طيب، بسبب الحظر اللي مفروض على معظم دول العالم، سواء الحظر ده كان كلي او جزئي، فبقينا مجبرين ان احنا نقعد في بيوتنا بشكل اكبر بكتير جدا، وده طبعا سبب ان احنا نستخدم موبايلاتنا بشكل اكبر بكتير جدا، وده بيمثل ضغط على البطارية. وانا النهارده جاي اكلمكم عن فيديو مهم جدا كنت مخطط ان انا اعمله من فترة طويلة، فجه الوقت. يعني الفيديو ده هنتكلم فيه عن بطاريتك ازاي بتتأثر، ازاي بتقل، وازاي ممكن تحافظ على عمر البطارية دي لأكبر فترة ممكنة. ولو مش فاهم يعني ايه اصلا عمر البطارية، فخلينا اقولك انه انت عندك حاجة معروفة اسمها ساعة البطارية، يعني ممكن تكون مثلا بطارية موبايلي 4000 ملي امبير. لو معتقد ان ال 4000 ملي امبير دول بيفضلوا دايما 4000 ملي امبير، فدي معلومة غلط تماما. بمعنى بعد فترة استخدام وبناء على الطريقة اللي انت بتستخدم بيها البطارية بتاعتك، بيبدأ يحصل ان سعة البطارية دي بتقل. يعني ال 4000 بيكونوا 3900 3500 3000، لحد ما بنشوف في الاخر انهيار تام للبطارية. وده بيحصل مع ناس اوقات انه خلاص البطارية ما بتبقاش قادرة تشغل الجهاز بتاعك، او بتفتح يدوب الباور الجهاز بيفتح وبعدين بيقفل منك تاني بسبب ان البطارية خلاص. فانا هنا في الفيديو ده جاي علشان اخليك تقدر تحافظ على ساعة البطارية بتاعتك دي لاطول فترة ممكنة. والنقط اللي انا هتكلم فيها فيها نقط بديهية ممكن تكون تعرفها، وفي نقط جديدة. فتعالوا نبدأ. واول نقطة، والنقطة اللي في ناس كتير جدا ما تعرفش هي ليه مهمة، هي الشاحن الاصلي. لازم تشحن موبايلك بشاحن اصلي. يعني مش شرط، او مش هضيق عليك الدنيا قوي واقول لك اشحن الموبايل بشاحن موبايلك الاصلي، بس على الاقل لو شاحن موبايلك الاصلي ده باظ منك، قدامك حل من اتنين وما تروحش للتالت. الحل الاول ان انت تشتري شاحن اصلي من نفس الشركة مخصص لنفس الموبايل بتاعك، وده الحل الافضل. اما الحل التاني ان انت تروح، لو ما لقيتش بقى الشاحن بتاعك لاي سبب كان متوفر، روح لشركة شواحن عالمية تكون معتمدة، ادفع فيها فلوس ايا كان سعر الشاحن الاصلي ده او سعر الشاحن التاني اللي هو من شركة عالمية. الفلوس اللي انت هتدفعها فهي افضل بكتير جدا من انت تكون جايب شاحن تقليد. وده سببين منطقيين جدا. السبب الاول انه الشاحن ده اللي انت هتوفره فيه هتبوظ بيه بطارية موبايلك. والسبب التاني وده الاهم، ان انت هتشتري الشاحن ده هيفضل مثلا معاك شهر، فهتروح تغير الشاحن تجيب شاحن تاني، وهتفضل في السيركل دي كتير قوي. فهتيجي تكتشف كده مثلا بعد سنة ان انت صرفت تمن الشاحن الاصلي، بس في نفس الوقت تقريبا دمرت جزء كبير جدا من بطاريتك، فانت خسرت فلوسك وكمان خسرت البطارية. اما النصيحة التانية فهي ان ما تسيبش موبايلك يوصل ل0% وما بتشحنوش بعد ما يوصل ل100%. وانا عارف ان المعلومة دي عليها خناقة كبيرة، ان هي اذا كانت فعلا صحيحة ولا لا، وعشان كده هسيب لك مقال علمي بحت كيميائي بحت موجود تحت في الديسكريبشن، تقدر ترجع له. المقال ده بيشرح بالتفصيل ليه الموضوع كيميائيا بيحصل، ليه لما بتشحن موبايلك ل100% او بتسيبه لحد ما يفصل منك، اي بطارية، مش بطارية موبايلك بس، اي بطارية ليثيوم موجودة في العالم فيها نفس الخصائص، ما تسيبهاش توصل ل0% ولا تشحنها بعد ما توصل ل100%. والكلام ده بالتفصيل هسهولك تحت في الديسكريبشن عشان لو حابب تتأكد بشكل اكبر من المعلومة. وفي نقطة تانية مهمة جدا، وهي ان كل بطارية ليها عمر افتراضي في عدد دورات الشحن. طيب ايه هي دورات الشحن؟ دورة الشحن هي كل مرة موبايلك او بطارية موبايلك هتوصل فيها ل100%. طيب ازاي تقلل عدد دورات الشحن فبالتالي تزود عمر البطارية؟ الإجابة ببساطة إن دايما حاول تخلي بطاريتك موبايل مشحونة من 20 ل80%، يعني خليك في النسبة دي. أما النصيحة الثالثة ودي الأهم، واللي خلت موبايلي أنا شخصيا بطاريته تفقد جزء وما كنتش عارف السبب لحد ما ركزت وبدأت أدور كتير جدا ووصلت لها، فهي السخونة. بس هنا عندنا تفريعات كتيرة في موضوع السخونة. مبدئيا معظم موبايلاتنا الحديثة بقت بتدعم الشحن السريع، وكل ما الأمبير بيزيد كل ما احتمالية ان موبايلك يسخن وهو بيشحن بتكون اكبر. فمبدئيا عايز تستخدم موبايلك وهو بيشحن، تمام، ما عنديش اي مشكلة، بس تتأكد ان درجة حرارة الموبايل ما بتعلاش. يعني اقصد في خناقة كبيرة قوي، استخدام الموبايل وهو بيشحن غلط ولا لا؟ بص، هو مش غلط، يعني الفكرة في حد ذاتها مش غلط، بس الفكرة دي اوقات كتير جدا، يعني ممكن تقول بنسبة مثلا 80% بتأدي لان الموبايل يسخن بشكل مبالغ فيه اثناء الشحن. فهنا الفكرة دي بتكون غلط، ان انت تستخدم موبايلك وبعدين وهو بيشحن وبعدين تلاحظ سخونة. لو الثلاث مراحل دول حصلوا فوقتها لازم تسيب موبايلك، ولازم تشيل الكفر بتاع موبايلك وهو بيشحن عشان يقدر يطلع السخونة بسهولة. ولو انت بتشحن بشحن سريع وبتستخدمش موبايلك وشايل الكفر وبرضه لاحظت ان هو بيسخن بشكل كبير جدا، لازم تشيل موبايلك من على الشاحن وتسيبه يهدى، او تشحنه بشاحن ابطا. اوقات بيحصل ان شركات الشحن بتنزل انظمة شحن وبيكون فيها خلل، وشفنا ده حصل كتير جدا في العالم.
وده هيرجعنا على فكرة النقطة كنت بتكلم عليها في الأول، هي فكرة الشاحن الأصلي. أوقات كتير جدا حوادث الانفجار اللي أدت فعلا مش مبالغة لموت أشخاص كانت بسبب إن هما بيستخدموش شواحن أصلية، فحصل انفجار في البطارية والشخص بيكون نايم، فتحصل كوارث للأسف. فده بيرجعنا لنقطة إن الشاحن الأصلي مهم، وحتى الشاحن الأصلي ده لو لاحظت إنه بيؤدي لسخونة كبيرة جدا بسبب الغرفة اللي بيتم فيها مثلا درجة حرارتها عالية أو أيا كان السبب أو نظام الشحن نفسه فيه خلل، فوقتها استخدم شاحن أصلي برضه بس سرعته تكون أقل، أو شيل الموبايل من على الشاحن لحد ما يهدى، أو بقى شغل التكييف. المهم إن أنت توفر جو للموبايل يقدر يشحن فيه بدون ما يحصل سخونة عالية جدا في جسم الموبايل. طيب أنا شخصيا موبايلي اللي هو الآيفون 11 برو ماكس بيسخن جدا لو انا استخدمته اثناء الشحن وسبت عليه الكفر. فدلوقتي ببساطه بقيت لما باجي اشحن موبايلي انا خلاص عارف ان انا موبايلي دي امكانياته، فلما بقيت باجي اشحن موبايلي بشيل الكفر من عليه وما بستخدمش موبايل الا في حدود يعني اضيق الحدود. اما في حل تاني ان انا بشغل التكييف في اوضتي وانا بستخدم الموبايل، فده ما بيخليهوش يسخن كتير وانا بشحن الموبايل اثناء الاستخدام. فانت شوف الدنيا بتمشي معاك ازاي، المهم ان انت ما توصلش بطاريه الموبايل لسخونه بدرجه عاليه جدا. وطبعا الكلام ده بينطبق على الالعاب، الالعاب في حد ذاتها لو انت بتلعب وانت حاطط الشاحن في الموبايل ده في حد ذاته ما فيهوش مشكله، بس المشكله ان ده بنسبه مثلا 90% او يمكن اكتر بيؤدي لان الموبايل يسخن جدا وهو بيشحن، فبالتالي انت بتاثر بشكل سلبي جدا على بطاريه الموبايل. طيب ايه هي درجه الحراره اللي لو بطاريه موبايلك زادت عنها بتبدا تحس ان ده خطر؟ 35 درجة مئوية هي الدرجة اللي بعدها بيحصل تراجع كبير جدا في أداء القطب السالب للبطارية. وطبعا المعلومة دي هسيبها لكم برضو تحت في الديسكريبشن وهي معلومة علمية. وهنا لسه في نقطة مهمة جدا في موضوع السخونة، بطارية موبايلك لو سخنت حتى وانت ما بتشحنوش للأسف ده برضو غلط جدا على بطارية الموبايل. بمعنى لو سبت مثلا الموبايل بتاعك على الطابلو بتاع العربية أو في مكان درجة الحرارة فيه عالية جدا والموبايل لاحظت ان هو سخن بشكل كبير جدا، او كنت بتستخدمه مثلا وانت راكب المواصلات والشمس جاية عليك ولاحظت وانت بتستخدم الموبايل انه درجة حرارته ارتفعت جدا، فدي حاجة بتأثر بشكل سلبي جدا جدا على بطارية الموبايل. واخدها نقطة كده، سخونة بطارية الموبايل هي اكتر نقطة ممكن تأثر بشكل سلبي على البطارية، اكتر حتى من يمكن كل النقط اللي انا اتكلمت عليها اللي فاتت. خليك دايما متأكد ان انت لو لاحظت ان الموبايل درجة حرارته ارتفعت جدا وانت بتستخدمه ايا كانت الظروف اللي انت بتستخدمه فيها، فوقتها سيب موبايلك فورا، ويستحسن لو قدرت تعملها اقفل موبايلك لحد ما يبرد وارجع تاني افتحه. طيب نيجي لسؤال اكيد جه في بال كتير منكم حاليا، وهو نعرف ازاي اذا كانت بطارية موبايلي اتأثرت بشكل كبير او ساعة البطارية اتأثرت بشكل كبير ولا لا؟ للأسف لحد دلوقتي مفيش طرق رسمية تقدر تعرف بيها ده، لكن في منتجات شركة أبل الآيفون في حاجة اسمها باتري هيلث أو صحة البطارية. لما بتدخل عليها بيقولك ان انت فاضل من بطاريتك كذا، بيكتب لك ان انت 96 مثلا في المية، يعني انت فقدت 4%، فده بيخليك شوية تقدر تراقب صحة البطارية بتاعتك، وان كان يعني المعدل مش مظبوط بدقة كبيرة قوي. يعني برضو قبل لما عملته عملها عشان تدي فكرة للناس، لكن هو مش حاجة دقيقة بنسبة 100%، يعني ممكن بس تعتمد عليها تقريبيا لكن مش حاجة سليمة علميا بنسبة 100%. وبس دي كانت كل حاجة عندي من خلال ممارساتي لفترة طويلة جدا اللي مختلطة بعالم السمارت فونز. حبيت اشارككم بكل المعلومات دي، اتمنى تكون فادتكم. وما تنساش بقى تنزل تحت علامة الاشتراك وجنبها علامة جرس، اضغط عليها علامة الكل عشان يوصلك الفيديوهات الجاية. ممكن تتابعني بقى على فيسبوك وانستجرام، اللينكات موجودة تحت في الديسكريبشن، بنتفاعل مع بعض بشكل كبير جدا هناك. وانا احمد مدحت، واستنوني الفيديو الجاي.